بشكله في المنافسة القارية. بداية متعطرة في دوري الأبطال، وفي الأثناء تعطى إشارة هذه المباراة التي لوزداد. كداد كرة طويلة إلى الأمام إلى أقصى اليسار، ولكن كرة مقطوعة من الدفاع تتحول إلى تماس لفائدة شباب بلوزداد. كما شاهدنا في الآخر مباراة بينهما في الدوري الجزائري كانت في نوفمبر من العام 2019، فريويهما هدفا فريقيهما. حمزة بلحول سجل إلى حد الآن 6 أهداف، فيما سامي فريوي سجل 5 أهداف. تقريبا التعادل في الكثير من المعطيات الفنية التي تسبق. يدراوي الصراع، صراع الوسط متواصل، يحسمه حراك، ولكن كرته تجاوزت فريوي، تحولت إلى الحارس مساوي. الآن طويلة إلى الأمام، كرة مشتركة بين حداد وبين بلحول، تنتهي بين يدي الحارس. كثيرة وهذه تسديدة لكن تتحول أعتقد إلى التماس. نعم، رويدا، رويدا إلى التماس لفائدة مولودية الجزائر. قلت جماهير كثيرة اضطرت هذا الموسم لمتابعة الوالي فريق أو متابعة فريقيهما قبل هذا، هجمة لفائدة مولودية الجزائر، ولكن الصافرة تأتي من الحكم غربال. قلت لهذا الموسم، موسم 2020-2021. كرة للمولودية الآن، ولكن تركات يستخلص الكرة الماضية ويحولها إلى بلحول، لكن التغطية موجودة من المدافع القوي الممتاز حداد. الكرة طبعا تتجاوز الميدان إلى التماس. يقول حولة تأتي لفائدة شباب بلوزداد على الجهة اليسرى، وفي التنفيذ حائص ريان صاحب القدم اليسرى، وهذه فرصة لشباب بلوزداد قد تأتي ربما بالجديد في المباراة. حايس الكرة العرضية داخل مناطق الجزاء، ماذا هو تابعين لفائدة الشباب، وفي التنفيذ دائما حايس، صعود 4-5 لاعبين والعرضية موجودة، تبقى الفرصة مستمرة. ميريزاق العرضية، فرصة خطيرة كانت لفائدة شباب بلوزداد، ولكن الصافرة تأتي. ماذا هناك؟ يقول الحكم الكرة تجاوزت الميدان إلى ركنية جديدة. نعم، هي الركنية الثانية على التوالي لفائدة شباب بلوزداد. هذه إعادة ثانية، والنعم علاتي هو من تدخل وحولها إلى ركنية. حائص في التنفيذ لفائدة شباب بلوزداد، صعود المدافعين بوشارة وكداد والقادمين من الخلف، والرأسية تأتي، فرصة خطيرة لفائدة شباب بلوزداد والإبعاد. تبقى الكرة لدراوي، ولكن المولودية تتدخل ودفاع لفريق شباب بلوزداد. نسالة ومساوي، طارة كانت مفاجئة. هذه هجمة لفائدة شباب بلوزداد من دون خطأ، طبعا التغطية الدفاعية موجودة من سعدو نساخ على إخراج هذه البطاقة. لا أدري، المهم قد تكون هناك لقطة أخرج على إطرها. أعتقد أنه بوشار بالتأكيد كب، ولخبراء التحليل. هذه فرصة لفائدة فريوي، ولكن كانت هناك حالة تسلل على، وعبد النور بالخير ينطلق في الكرة ولكن يتحصل عليها من جديد. هذه هجمة لفائدة مولودية الجزائر، عبد النور بالخير السريع، ولكن التغطية موجودة بالخير أعتقد. نعم، هو أمام الكرة والمخالفة، هو بلال بن صحة، بلال هو المنفذ. توفيق مساوي ينقذ شباب. 38 المخالفة أو الركنية لفائدة شباب بلوزداد. في القائمة الثانية دراوي في الاستقبال، يخسر الكرة علاتي، يبير سعيود فيما سجل للشباب أنذاك فريد أو زكريا خالي ضد مرماه أيضا، وهشام نقاش للمولودية. إلى أقصى اليسار علاتي يتدخل بشكل ممتاز، تعود لشباب بلوزداد. هو في الجولة الثالثة ضد شبيبة القبائل هناك على ملعب الفاتح من نوفمبر، والكرة طالت على جهة اليمنى، وهذه هجمة في آخر الأنفاس للشباب، والخروج والتوقع ممتاز من الحارس شعال، طويلة إلى الأمام ثواني، ويعلن الحكم مصطفى غربال عن نهاية المشهد الأول من هذه المواجهة. بولخوة
لكن الكرة ضائعة تتحول إلى تماس لفائدة 40 لفائدة مولودية الجزائر عبر بوردين في اللقطة الماضية. قد تكون خطيرة، قد تأتي بالجديد المولود. والهدف الأول للمولودية، عبد النور بالخير فعلها بالرأس بعدما سجل في المباريات الماضية بالقدم. ها هو يضع مولودية الجزائر في المقدمة، فعلها المولودية مبكرا. أي إبداع، أي إمتاع، أي لمسة، أي تمريرة، أي رأسية، أي هدف. يا لها من رأسية ويا له من مجهود رائع من عبد النور بالخير من أمام المدافعين، يرتقي ويسكن الكرة ويدون الهدف الأول في المباراة بهذه الكيفية الرائعة والتمريرة الجميلة. الركلة كانت منفذة من بورديم. توفيق موساوي من هذه الزاوية عجز عن سد رأسية عبد النور بالخير الذي يسجل الهدف الثالث. سيكون رد فعل الشباب، الأرضية موجودة ولكن تتحول مباشرة إلى ركلة ركلة وضربة مرمى وركلة مرمى لفائدة شباب بلوزداد. تغيرت إذن النتيجة، تغير واقع المباراة في هذه الأثناء لفائدة 48. قلت عبد النور بالخير، مهارة وسرعة وخبرة أيضا لهذا اللاعب، لهذا الجناح الذي ذكرت سجل وأذكر سجل هدفا حاسما ومنح 3 نقاط لفريق مولودية الجزائر في آخر مباراة بدكار هناك لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال. الحاسمة والفرحة هنا تأتي من عبد النور بالخير لوحده بذكاء وبالرأس يوجه كرة تحول. نعم، هذه إعادة ثانية لمن فاته الهدف، كوكبو أمام المدافع حداد لم يستطع إيقافه، دار بالكرة بشكل ممتاز، سدد واكتفى الشعال بمراقبتها وهي تدخل الشباك. رويدا 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 تحولت إلى الشباك، توجهت وتحولت كما ذكرت إلى هدف أول أو هدف التعادل. نعم، لشباب بلوزداد. كوكبو الفينيني إذن يرد على عبد النور بالخير. النتيجة صارت 1-1 لشباب في المباراة، وهذه الفرحة، افرح يا كوكبو، من حقك أن تفرح بهذه الطريقة. أعاد الكرة وسجل هدفا في ظرف تقريبا أسبوع واحد. والأخوة باحترام المسافة القانونية بينه وبين الكرة والعرضية هنا موجودة في القائم الثاني، ولكن قبل البلاء أو لم يقدم بالأحرى ما كان منتظرا منه. وتدخل حات وهذه العرضية موجودة والدفاع إلى التماه وإلى ركلة طرق طالب بالتمرير، ولكن في القائمة الثانية الدفاع بصعوبة يتدخل من جانب شباب بلوزداد. تبقى المنصب بمنصب، وهذا عبد الحفيظ الذي سجل هدفين لحد الآن مع مولودية الجزائر. وبن علجي على الجهة اليسرى، العرضية أعتقد أن الكرة لم تتجاوز. نعم، عبد الحفيظ يأخذ مكان سامي فريوي. التغيير الثاني أعتقد أن عدادي هو من أخذ مكانه في المباراة قبل 12 دقيقة لحد 12 دقيقة طبعا تحديدا قبل نهاية المباراة، قبل نهاية أحداثها. ونتوقع أن الأحداث ستكون مليئة بالمفاجآت في قادم الدقائق. وهذه رأسية من عبد الحفيظ ولكنها تحولت إلى ركلة.